بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شابتر الاندوكراين يا شباب، اتكلمنا او بدأنا باهم موضوع اللي هو الديابيتس. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الانسولين بالتفصيل. المره دي بقى في الفيديو ده هنتكلم على الانتي ديابيتك دراجز الاخرى. انتي ديابيتك دراجز، الانتي ديابيتك دراجز احنا هنقسمهم الحقيقه الى 8 كلاسيفيكيشن او 8 فاميلز. هيبقى اول 5 عائلات من الادويه اللي هنتكلم عنهم هنسميهم الكلاسيك دراجز. كلمه كلاسيك يعني كومونلي يوزد او موجودين في الماركت بقالهم سنين طويله. وهنخلي بقى 3 فاميليز الجداد دول هنسميهم نيور دراجز. طيب مين هم الكلاسيك 5 فاميليز اوف دراجز الكومونلي يوزد؟ عندنا عيله اسمها عيله السلفونيل يورياز، ادي عيله. 2 الثانيه اسمها ميجليتينايدز. 3 عيلة اسمها باي جوانايدز. 4 عيلة اسمها ثايازوليدين دايون. 5 العيلة الأخرانية اللي اسمها ستارش بلوكرز. دول كومونلي يوزد، هتلاقيهم في كتب كتير قوي وموجودين بقالهم زمان. النيو دراجز بقى هنلاقي عيلة جديدة قوي اسمها انكريتين مايميتك، لما نوصل لها ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل كلمتين. 2 عندنا حاجة اسمها دي بي بي 4 انهبيتورز، عيلة جديدة. 3 حاجة اسمها اميلين انالوجز. 3 دول اسمهم النيور دراجز. يهمني بقى قبل ما ندخل في موضوع الدراجز ونشرح الادوية دي بالتفصيل اركز معاك على بعض او على بعض النقط المهمة التي لا يجب ان اي طالب يغلط فيها. اتفقت معاك في اول الكلام خالص عن في الديابيتس عن ان الديابيتس عندنا نوعين كبار باستثناء الانواع الاخرى الاكثر ندرة، انما النوعين الكبار المشهورين اللي هو تايب 1 اللي بيحصل في السن الصغير، وتايب 2 اللي بيحصل اللي احنا سميناه ادلت اونست وبيحصل في السن الكبير. وقلت لك ان تايب 1 ده اساس مشكلته ان عنده اوتو اميون ديستراكشن اوف بيتا سيلز، فالبنكرياس عنده مش قادر يطلع انسولين، وده علاجه انسولين. خلاص يبقى ده هنحلف كده ان ده علاجه انسولين، خلاص خده على جنب. انما تايب 2 بقى ديابيتس ده مش قضيته ان عنده البنكرياس عنده غالبا بيبقى كويس بيبقى بيطلع انسولين، انما قضيته في التارجت سيلز الاند اورجنز، الخلايا جسمه لا تستجيب للانسولين بالشكل الكافي، وبالتالي ده هيبقى بقى معظم الادويه اللي هنتكلم عنها النهارده غالبا هتبقى موجهه لتايب 2 ديابيتس، وفي قلة وفي ندرة من الحالات ممكن تستخدم بعضها في تايب 1، وبقول في ندرة من الحالات، انما تايب 1 عايزك تحفظ على طول الخط ان تايب 1 العلاج الرئيسي له والاساسي كلمة انسولين. اتفقنا يا بطل؟ طيب تعالى بقى ناخد اول عيلة من الادوية دي، هناخد بقى واحدة واحدة كده بالتفصيل نقول الملاحظات اللي هي الكلينيكال، يعني النقط اللي تاخد بالك منها. اول عيلة اسمها سلفونيل يوريا، واشهرهم على فكرة سلفونايل يورياز. العيلة دي من أقدم الفاميليز أو من أقدم الأدوية اللي بتستخدم للديابيتس، بدأ اكتشافها في 1942، وكل فترة بقى يطلعوا لنا دواء ويقسموه جينيريشنز وهكذا. اتسمت سلفونيل يوريا نتيجة الشكل اللي أنت شايفه قدامك ده، أديني جايب لك ده الكومون ستراكشر بتاع السلفونيل يوريا، واللي بالمجموعة اللي بالأحمر دي اسمها سلفونيل يوريا جروب. اللي اتسمت بيها بقى العيله، يعني كل الادويه فيها الكومون ستراكشر اللي انت شايفه وفيها السلفونيل يوريا جروب دي، ولذلك كلهم اسمهم سلفونيل يورياز على اختلاف حاجات بسيطه بقى. بيقسموا السلفونيل يوريا الى 3 جينيريشنز، الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث. الجيل الاول من السلفونيل يوريا اللي هو الفيرست جينيريشن، انا هقول لك بس بعض الاسماء، يعني احنا مش هنعد الاسماء كلها، انما هدي لك اكزامبل. في دواء كان اسمه كلورو بروباميد. 2 اسيتو هيكسامايد. 3 تول بيوتامايد. دول الثلاثة دول ينتموا للجيل الأول. الجيل الثاني اللي هو السكند جينيريشن كله يبتدي بكلمة جلاي اللي هو جي ال اي. فهتلاقي حاجة اسمها جلاي بن كلامايد. تاني حاجة اسمها جلاي كلازايد. 3 جليبيزايد. طبعا في أكتر من كده لكن أنا بقول لك أمثلة فقط. الجلايكلازايد ده مثلا هتلاقيه مشهور قوي وجايز يكون حد عندك في العيله بياخد الدواء اللي اسمه جلايكلازايد تحت الاسم التجاري المشهور اللي اسمه دايامايكرون، والدايامايكرون القرص فيه 80 مللي جرام، فهتلاقي علبه كده مكتوب عليها دايامايكرون 80.
ده يعتبر من الادويه الجديده نسبيا جوه العيله، لانه طالع تقريبا 1974. اتفقنا يا بطل؟ الجيل الثالث بقى او الثيرد جينيريشن الاحدث منهم كلهم هو دواء واحد اسمه جلاي ميبي رايد. الجلاي ميبي رايد اسمه التجاري برضو جايز تكون انت شفته قبل كده، اسمه اماريل. الامارين القرص فيه 1 مللي جرام وفيه 2 لحد 6 مللي جرام. كويس. هم سموه بقى جيل تالت لاختلافه البسيط، يعني هو مختلف سنه مش في الاستراكشر، لكن مختلف سنه في الميكانيزم اوف اكشن، في طبيعه البايندنج زي ما هنشوف بعد شويه. عموما يا بطل عايز بقى اقول لك ايه، لو وقعت في ايد ممتحن وبيقول لك ما احنا ليه قسمنا السلفونيل يوريز جينريشنز كتير كده واحد واثنين وثلاثه، قول له الاتي: الجيل الاول ده احنا كرهناه، يعني ده الجيل الاول ده غالبا ما عادش حد النهارده بيجيب سيرته ولا حد بيستخدمه كتير. ليه بقى؟ اولا الجيل الاول ده كان له لونج ديوريشن اوف اكشن. فانت هتقول لي الله لونج ديوريشن ما دي ميزه، هقول لك اه لونج ديوريشن دي قد تكون ميزه في بعض الادويه وبعض الحالات، وقد تكون نقمه في حالات اخرى. مرضى السكر احنا ما بنحبش ان احنا ندي لهم دواء له لونج ديوريشن اوف اكشن. يعني مثلا هل يعقل انك تدي دواء من دول فكان ممكن يوطي السكر لمده 72 ساعه، يعني 3 ايام؟ طيب ما انت لما تعمل هايبوجلايسيميا بالشكل ده لمده 72 ساعه العيان هيدخل منك في كومبليكيشن، جايز يجي له غيبوبه في البيت ومحدش ياخد باله منه. يبقى اذا لو حد برضه، يعني اهو الكلام بيجيب بعضه، لو حد بيسالك في الامتحان وبيقول لك تحب اي دواء في الدنيا يكون له شورت ديوريشن ولا لونج ديوريشن؟ قول له يا باشا على حسب الانديكيشن اللي انت بتديه. لو احنا بنتكلم على مرض الديابيتس والادويه الانتي ديابيتك، في الاغلب ما بنحبش الدواء يكون له لونج ديوريشن، يعني مبالغ فيها. طبعا نحب الدواء يكون مثلا يكون 24 ساعه، يكون 12 ساعه، 8 ساعات، انما كلمه 72 ساعه دي ما بنحبهاش. يبقى اذا الجيل الاولاني ده كان من عيوبه انه له لونج ديوريشن. ثانيا بقى البوتنسي بتاعته كانت قليله، يعني لما كان بيوطي السكر الكفاءه بتاعته قليله جدا. ثالثا الادفيرس افكتس بتاعته كانت كتيره، وكان مثلا ما بتقدرش تديه للمرضى اللي عندهم رينال امبيرمنت. على فكره نسبه كبيره جدا من مرضى الدايابيتس بتبقى الكلى تعبانه عندهم، زي ما قلت لك بيحصل لهم حاجه اسمها الدايابيتك نفروباثي. طيب الجيل الاولاني ده كان ممنوع نديه في الرينال امبيرمنت، مع ان معظم العيانين هيبقى عندهم رينال امبيرمنت. عموما يبقى ده الثلاث حاجات اللي كرهتنا في الجيل الاولاني. نيجي بقى للجيل الثاني السكند جينيريشن. بص بقى لميزات السكند جينيريشن. اولا الديوريشن بتاعه الجيل الثاني ده تتراوح كلها من 6 ساعات الى 12 اور، كلهم كده الديوريشن يا 6 من 6 ل 12. يبقى كويس، يعني اهو ما دخلناش في كلمه 72 ساعه. ثانيا البوتنس بتاعتهم 200 مره قد الجيل الاولاني، يعني الواحد مللي جرام من اي دواء من دول يعادل 200 مللي جرام من الايه، من الجيل الثاني. ثالث حاجه بقى انك تقدر تدي الجيل الثاني ده حتى لو كان العيان عنده رينال امبيرمنت. ليه؟ لان اولا ما بيتحوشوش في الجسم، ثانيا الاكسكريشن بتاعهم او الاليمينيشن بيخرج بطريقتين او معظمهم، يعني بيخرج رينال، الدواء بيخرج رينال وبيخرج برضه هيباتيك. فلو كانت الكلى تعبانه اهو الليفر هيقدر يخرج الدواء، وبالتالي ما تدخلش في الريسك اوف ايه؟ اوف هايبوجلايسيميا. نيجي بقى للجيل الثالث اللي هو الجلايميبرايت، هو دواء واحد اهو متصنف جيل ثالث. وبالمناسبه بعض الكتب تصنفه جيل ثاني، انما هو الاغلب انه ايه؟ جيل ثالث. ليه بقى؟ لان اما نيجي للميكانيزم اوف اكشن هتلاقي الجلايميبرايت ده مش بس مور بوتنت اقوى منهم كلهم، انما كمان اما بيجي يمسك او بيشتغل في البنكرياس بيشتغل بميكانيزم ايه، يعني مختلف سنه عن الباقيين. ادي انت خدت فكره عن السلفونيل يوريا من حيث الجينريشن. نيجي بقى للميكانيزم اوف اكشن. كل السلفونيل يوريا اللي انا كتبتهم لك على السبوره دول كلهم الميكانيزم قريب قوي من بعضه، كلهم هيروحوا للبنكرياس عندك يعملوا حاجتين، وبره البنكرياس يسموها اكسترا بنكرياتيك افكت يعملوا حاجتين. افتكر معايا بقى دلوقتي واحنا ماشيين ان احنا هنتكلم على 8 فاميليز من الدراجز زي ما قلت لك، ويبقى كل فاميلي من الادويه لها ميكانيزم رئيسي تاخد بالك منه، ده اللي يجي لك في الام سي كيو، وبقيه الميكانيزمات تبقى حاجات سبسيديري، حاجات فرعيه. اما تيجي للسلفونيل يوريا ادين قلت لك هم بيعملوا 4 حاجات، لكن الميكانيزم الرئيسي بتاعهم ايه اللي تركز عليه؟ ان هم بيروحوا للبنكرياس ينبهوا البيتا سيلز عشان تطلع انسولين، يبقى هم بيزودوا الانسولين ريليز. اتفقنا كده؟
طيب بيزودوا الانسولين ريليز ازاي؟ نقف عند قبل ما ندخل في الباقيين، نقف عند النقطه دي. هيزود انسولين ريليز ازاي؟ نرجع للكلام اللي قلناه في اول فيديو عن موضوع ازاي الانسولين بيخرج اصلا. مش قلت لك مره ان الانسولين عشان يخرج من البنكرياس انت حضرتك بتاكل، فالجلوكوز بيعلى في دمك، فبيدخل البنكرياس يرفع حاجه اسمها اي تي بي، يقوم الاي تي بي قافل حاجه اسمها بوتاسيوم شانل. فاكر المعلومه دي لما قلت لك ان احنا حتى سميناها اي تي بي ديبندنت بوتاسيوم شانل؟ واول ما دي تتقفل يقوم رادد عليها على طول نوع من التعويض كده، نوع من الكومبنسيشن، حاجه بيسموها كالسيوم شانل تتفتح، فالكالسيوم يدخل من بره الخلايا لجواها، يلاقي الانسولين متخزن هنا في الفيزيكال، يقوم عامل له ريليز. ده اللي احنا قلناه، بنعيده تاني اهو. علة السلفونيل يوريا ببساطة شديدة جدا بتعمل حاجة في منتهى الخبث، بتروح عند البوتاسيوم تشانل دي تقوم قافلاها. أول ما البوتاسيوم تشانل تتقفل تقوم الكالسيوم تشانل مفتوحة، يقوم الكالسيوم داخل ويحصل انسولين ايه؟ ريليز. ده الميكانيزم بتاع كل عيلة السلفونيل يوريا. الخلاف اللي هيجي ما بين دواء والتاني جوه عيلة السلفونيل يوريا جاي منين؟ جاي من طبيعة قفلة البوتاسيوم تشانل. يعني انت لو دخلت على المستوى الموليكولر هتلاقي البوتاسيوم تشانل دي ما هي عباره عن بروتين وصابيونتس، فهتلاقي مثلا دواء من السلفونيل يوريا يمسك الناحيه دي ويقفل التشانل، دواء تاني اخوه يمسك الناحيه دي ويقفل التشانل. اهو احنا بقى صنفنا الجلايمي برايد اللي هو الاماريل جيل ثالث، لانه بيقفل في او يعني بيربط في مكان مختلف سنه عن بقيه السلفونيل يوريا، انما النتيجه واحده للكل. النتيجه ان البوتاسيوم تشانل هتتقفل وما يترتب على ذلك بقى ايه من انسولين ريليز، كلهم هيعملوا كده. عايز بقى انبهك لحاجه مهمه قوي، ان السلفونيل يوريا المين ميكانيزم بتاعها انها بتشتغل بانها بتقفل بوتاسيوم تشانل. عارف امتى تعاكسها بقى وعارف امتى تغلس عليها؟ لو اديت معاها دواء يفتح البوتاسيوم تشانل، يبقى انت كده بتعمل نوع من الانتاجونيزم. طب انت هتسالني تقول لي طيب وايه هي الادويه اللي تفتح بوتاسيوم تشانل؟ هقول لك ارجع للكارديوفاسكولار سيستم وفكرني بالادويه اللي احنا صنفناها بوتاسيوم تشانل اوبنرز. مين هم؟ كان في دواء اسمه مينوكسيديل اللي هو بتاع الشعر ده لو انت فاكره، كان فازو دايليتور، وكان في دواء اسمه ديازوكسايد. ده حتى عيله الثايازايد نفسها اللي هي الدايوريتكس ممكن تفتح البوتاسيوم تشانلز. يبقى اذا انا بجيب السيره دي ليه؟ علشان اقول لك ان السلفونيل يوريا ادى الميكانيزم اهو، وادى الادويه اللي ممكن تمنعها من شغلها لانها بتضاد العمل بتاعها، لانها بتفتح البوتاسيوم تشانل. اتفقنا؟ مش هنسى برضو حاجه تاني، السلفونيل يوريا لما هتقفل بوتاسيوم تشانل ويترتب على ذلك ان الكالسيوم تشانل تتفتح والانسولين يخرج، هفكرك برضو انك انت ممكن برضو تمنع الحكايه دي لو اديت حاجه اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. فاكر الدواء اللي كان اسمه فيرابميل زمان اللي احنا شرحناه مع الكارديو مع حاجه اسمها كالسيوم تشانل بلوكرز؟ الفيرابميل كان بيقفل الكالسيوم تشانل، يوم لو ديت قفلت يقوم الكالسيوم ما يدخلش، يقوم ما يحصلش انسولين ريليز. يبقى نهايته لو حد بيسالك بيقول لك امتى تدي دواء يلغي مفعول السلفونيل يوريا كلهم؟ اقول له يا باشا حالتين مهمين اهم، الحاله الاولانيه لو اديت دواء يفتح البوتاسيوم تشانل، الحاله الثانيه لو اديت دواء يقفل الفولتج جيتد كالسيوم تشانل اللي في البنكرياس. قبل ما انسى برضو بالمره اسالك سؤال كده على الماشي، هل الادويه دي تنفع لتايب 1 دايابيتس؟ لو حد بيسالك هل ممكن الولد اللي عنده دايابيتس عنده 16 سنه ولا 20 سنه ياخد الادويه دي؟ الاجابه قولا واحدا لا، طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان الادويه دي كلها بتروح للبنكرياس تطلع منه انسولين. طب ده اذا كان تايب 1 اصلا مشكلته ان البنكرياس عنده مش قادر يطلع انسولين، البيتا سيلز متدمره، يبقى هذه الادويه ما تنفعش ابدا لتايب 1 دايابيتس، ملهاش اي دور ولا اي نفع خالص. سيبنا بقى من القصه دي. تاني حاجه هيعملوها في البنكرياس هيقللوا الجلوكاجون ريليز. يبقى هما بيزودوا الانسولين ويقللوا الجلوكاجون. حكايه انه يقلل الجلوكاجون دي حكايه كويسه، لان ما هو الجلوكاجون ده الهرمون اللي بيرفع سكرك. بما ان العيان عنده ديابيتس وسكره عالي انا مش عايز اسمع سيره الجلوكاجون، يبقى كويس. هم عملوا حاجتين كويسين قوي في البنكرياس. بره البنكرياس بقى، نمسح بقى الكلام ده، بره البنكرياس يروحوا يعملوا ايه؟ هو مشكله تايب 2 ديابيتس ايه في الاصل؟ مش تايب 2 ديابيتس دي مشكلته الاساسيه انه عنده ريزيستنس والريسبتورز بتاع الانسولين مش قادر يستجيب كويس للانسولين؟ اهم يروحوا بقى للتارجت سيلز اللي هي خلايا جسمك، يلاقوا هنا الانسولين ريسبتور اللي كان تعبان ومش قادر يشتغل، يقوموا يزودوا السنسيتيفيتي بتاعته.
يخلوه مور سنسيتيف للانسولين، يبقى ده حاجه مهمه برضو اهي. نمره اربعه يروحوا للليفر. الليفر عندك وظيفته طول النهار يصنع جلوكوز من حاجات يسموها نون جلوكوز ريسورسز. يعني الليفر ساعات ياخد كربوهيدرات وساعات ياخد امينو اسيد، طول ما هو قاعد فاضي كده عمال يصنع جلوكوز ويرميه على السيركيوليشن. الحكايه دي يسموها جلوكو نيوجينيسيس. الحكايه دي حلوه وهايله، هايله ليا ولك الناس الطبيعيين، انما المريض السكر الحكايه دي مش كويسه عنده، لانه ما هو سكره عالي اصلا. فاحنا هنقول له متشكرين جدا لك، الادويه السلفونيليوريه هتروح تقول الليفر من فضلك ما تصنعش جلوكوز بلا داعي، هتقفل موضوع الجلوكو نيوجينيسيس ده وتقول له شكر الله سعيك، ده احنا عندنا سكر في الدم كتير جدا مش لاقيين اللي يشيله. نعد تاني الاربع حاجات بتوع السلفونيليوري. الميكانيزم الرئيسي اللي ما تغلطش فيه خالص اللي احنا شرحناه في الاول، حكايه انه بيزود الانسولين ريليس. اتنين وتلاته واربعه ميكانيزمات سبسيدياري، هما كمان هيقللوا جلوكاجون من البنكرياس، وكمان نمره ثلاثه هيروحوا يزودوا السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتور وان كان ده يعني مينيمال افكت، ونمره اربعه هيروحوا للليفر يقللوا او يمنعوا او يقفلوا ما يطلق عليه العمليه اللي اسمها جلوكو نيوجينيسيس او الهيباتيك اوت بوت اوف جلوكوز. اتفقنا؟ ده الاربع ميكانيزمات. نيجي بقى للايه استخدامات، مين هيستخدم العيله دي؟ اوعى تقول تايب 1، اوعى. انما نمره واحد الاساس هيبقى تايب 2 دايابيتس، خلاص المريض بتاع تايب 2 ده هيمشي على الادويه دي. اتنين الدواء القديم اللي اسمه كلورو بروبامايت اللي هو من الجيل الاولاني له استخدام بقى بعيد عن الدايابيتس خالص. في مرض عندنا اسمه دايابيتس انسيبيدس. ايه بقى دايابيتس انسيبيدس ده؟ ده البتويتري جلاند ده، البتويتري بيطلع هرمون اسمه اي دي اتش. الاي دي اتش بينزل على الكدني له ريسبتور هنا اسمه في 2 ريسبتور، يوم يشتغل عليها ويحبس الميه في جسمك. دي وظيفه الهرمون اللي اسمه اي دي اتش. بعض الناس بقى اما ان عندهم البتويتري مش قادره تطلع اي دي اتش، يبقى ده يسموه كرينيال تايب او كرينيال دايابيتس انسيبيدس. وبعض الناس الاي دي اتش كويس قوي لكن الفي 2 ريسبتور مش حاسس بالاي دي اتش، لا يستجيب له، فده يسموه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. وفي الحالتين سواء كان الاي دي اتش مش طالع من البتويتري او الكلى ما بتستجيبش له والريسبتور ما بيستجيبش له، في الحالتين العيان ده عمال ينزل او يدخل الحمام ينزل ميه طول النهار، بتوصل مثلا احيانا ل 20 لتر ميه كل يوم عمال يفقدهم نتيجه ان الايه الاي دي اتش ده مش شغال. اتفقنا؟ موضوع الكرينيال بقى دايابيتس انسيبيدس ده سيبه لنا دلوقتي، ده له حلول اخرى. انما انا هكلمك على ان لو كان البني ادم عنده اي دي اتش طبيعي لكن الكدني مش حاسه بيه، بيقولوا بقى لما جم يجربوا الكلورو بروبامايد اللي هو من الفيرست جينيريشن سلفونيل يوريا لقوه بشكل غير واضح قوي بيزود السنسيتيفيتي اوف في 2 ريسبتور للاي دي اتش، فبيصلح الحاله اللي اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. هتسألني طب هو زود الريسبتور سنسيتيفيتي ازاي؟ ما نعرفش والله. هو برضو كان زود الانسولين ريسبتور سنسيتيفيتي ازاي؟ ما احنا قلنا لك المعلومة دي كأنها فاكت، انما ما دخلناش في تفسيرها، لان احيانا الدواء بيعمل حاجة احنا بنلاحظها لكن ما بنبقاش عارفين هو عملها ازاي بالتحديدا يعني. فالكلوروبروبامايد ده هيروح يزود السنسيتيفيتي اوف ذا في 2 ريسبتور ويخلي الكلى تبتدي تحس بالاي دي اتش، فالمريض اللي عنده نيفروجينيك دي اي هيتصلح. يبقى العيله دي كلها السلفونيليوريا اما تستخدم لتايب 2 دايابيتس وخلصنا، او الكلور بروبامايد تحديدا ممكن يصلح الناس اللي عندهم نيفروجينيك دي اي وليس كرينيال. كرينيال ده قصه اخرى. تعال بقى نتكلم على الجانب السيء اللي هو الادفيرس افكتس. الادفيرس افكتس نمره واحد هتبقى هايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا دي تقولها يعني لو جالك ام سي كيو بيقول لك ذا موست كومون سايد افكت اوف سلفونيل يوريا از ونقطتين وحط لك تشويسز، قول له على طول هايبوجلايسيميا حتى لو كان حاطط لك 700 حاجه، هي دي نمره واحد. هايبوجلايسيميا دي هتحصل ايه شروطها بقى؟ نمره واحد تحصل اكتر مع الجيل الاول اللي هو الفيرست جينيريشن اللي انا قلت لك ان هم كان لهم لونج ديوريشن اوف اكشن. اتنين تحصل اكتر في الاولد ايج، كل ما يكون الانسان سنه كبير فوق 60 70 و80 ممكن فرصة الهايبوجلايسيميا تبقى اكتر. تلاتة تحصل اكتر مع الرينال امبيرمنت، يبقى اديني قلت لك شروط الهايبوجلايسيميا هم تحصل اكتر مع الايه مع الفيرست جينيريشن، اقل شوية مع السكند جينيريشن،
واقل قوي مع الجلايمي برايد اللي هو ثيرد جينيريشن، 2 في الاولد ايج، 3 مع رينال امبيرمنت. تاني سايد افكتس نمره 2 ويت جين. مشهوره قوي السلفونيل يوريا انها مع الوقت بتخلي الناس تكتسب وزن ويحصل له، واحنا اصلا بنبقى مريض السكر اصلا بيبقى عنده لو تايب 2 بيبقى عنده اوبيزيتي ويبقى الوزن اساسا مشكله عنده. الادويه دي كمان بتعمل لنا ايه؟ بتزود الايه؟ حكايه الويت جين دي. ثلاثة، الادويه دي ساعات تعمل حاجه بيسموها فارماكولوجيكال فيلير. ايه بقى فارماكولوجيكال فيلير؟ فيلير يعني العيان بياخد الدواء وما بيجيبش نتيجه. اما انه خد الدواء من الاصل كده اول مره ياخد الدواء فما جابش نتيجه خالص من الاصل من اول السطر، فنسميها برايمري فيلير. طيب دي بتحصل في كام في المية من الناس؟ حوالي 15% اوف بيشنت، من 15 حتى في بعض الكتب بتقول لك لا ده من 15 لـ20%، يعني من كل 10 بني ادمين عندهم تايب 2 دايابيتس في 2 منهم هياخدوا الدواء وما يجيبش نتيجه معاهم. ممكن بقى كمان ما يحصل حاجه اسمها سكندري فيلير. ايه بقى سكندري فيلير؟ الدواء اشتغل وجاب نتيجه كويسه لمده سنين، سنه واثنين وثلاثه، وكان العيان مبسوط وسكره بتظبط، وبعد فتره العيان يجي يقول لك يا دكتور انا باخد القرص اللي انت كاتبه لي ده الصبح وبالليل ما عادش بيجيب نتيجه، وزودت الدوز زي ما انت قلت لي وما عادش برده بيجيب نتيجه. نسميها بقى في الحاله دي سكندري فيلير. طب تحصل امتى؟ في الغالب بعد 7 ييرز من استخدام الادويه، 7 سنين بالظبط تلاقي العيان ممكن يشتكي من الشكوى دي. طب كام في المية؟ 90% من الناس بعد 7 سنين هيجي له كلمة سكندري فيلير دي. يعني من كل 10 عيانين مشوا على السلفونيل يوريا وجابت معاهم نتيجة within 7 years 9 منهم هيجوا لك بعد 7 سنين يقول لك يا دكتور خلاص ما عادش الدواء بيجيب نتيجة. ايه بقى السبب؟ الحكاية كلها انا قلت لك في الاول ان الميكانيزم بتاع الادوية دي بيروح للبيتا سيلز يعني يخليها تطلع انسولين غصب عنها، لانه بيروح يقفل الايه؟ البوتاسيوم تشانل ويجبر البيتا سيلز على انها تطلع انسولين. اهو مع الوقت بقى البيتا سيلز بيحصل لها حاجة زي كده اكزهوستشن، بتبقى خلاص استنزفت ما عادتش قادرة تطلع انسولين، بيحصل نوع من الفتيج وبتتدمر البيتا سيلز. ولذلك الأدوية دي على قد ما هي في ناس بتستفيد منها في الأول كده وبتبسط بيها، على قد ما هي بتنهي قصتها بشيء مؤسف إنها دمرت البيتا سيلز أو دمرت ما تبقى من البيتا سيلز. يبقى الفارماكولوجيكال فيلير ده لو حد جاب سيرته وقال لك سببه إيه؟ قول له فيلير أوف ذا بيتا سيل تو بروديوس انسولين، مع الوقت بيحصل التدمير ده. نمرة 4 في السايد افكتس، الأدوية دي أنا قلت لك إن تركيبها إيه؟ مش احنا قلنا في الاول رسمنا التركيب وقلت لك ان فيها حاجه اسمها سلفونيل يوريا جروب، سلفو يعني سلفر يعني كبريت. طب ما هو السلفر ده اذا سمعت سيرته معروف انه بيعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن من هنا لاخر العمر، ساعه ما تعرف ان اي دواء في الدنيا تركيبه فيه سلفر حط في بالك انه ممكن يعمل حساسيه شديده. طيب دي اسمها سلفونيل يوريا يبقى بتعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، كويس؟ وافتكر بقى ان احنا هنشرح في الكيموثيرابي في ان شاء الله في اللي هو الانتي بكتيريال دراجز هنشرح لك عيله اسمها سلفوناميد. افتكر بقى كده سلفون أمايد. شوف بقى الاسم تحس انه شبه بعض اهو، العيله دي اسمها سلفونيل يوريا ودي اسمها سلفوناميد، والاثنين فيهم سلفر والاثنين مشتركين في كلمه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن دي. حتى كتير قوي وانت بتقرا وانت بتذاكر في كتير قوي من الادويه يقول لك الدواء ده بيعمل اليرجيك رياكشن لانه شبه السلفوناميد، هو يقصد انه فيه سلفر زي السلفوناميد والسلفر هو اللي عامل المشكله دي، والسلفر برضو ده يروح للاسف للليفر يعمل اميون رياكشن ساعات ويدمر الليفر ويعمل لنا هيبات وايه توكسيستي. هنعد بقى كده بسرعه، هنعدهم كده سريعا الادفيرس افكتس اللي حصلت. 1 هايبوجلايسيميا وقلنا شروطها، 2 الادويه دي بتعمل ويت جين، 3 بتعمل فارماكولوجيكال فيلير ايذر برايمري او سكندري، 4 بيعملوا اليرجيك رياكشن عشان السلفر، 5 بيعملوا هيباتو توكسيستي. عندك بقى جدول مشروح بعد في الكتاب عندك في الاخر كده بعد ما الراجل خلص شرح الدراجز كلها عامل لك جدول في الاخر اسمه دراج انتر اكشن، دراج انتر اكشنز وذ اورال، كاتب كده العنوان with oral hypoglycemic drugs او oral anti-diabetic drugs. هو المقصود بيها الجدول ده والدراج انتر اكشن المقصود بيها السلفونيل يوريا. وبالمناسبه الجدول ده مهم جدا وبيجي في الامتحانات كتير بثلاث درجات.
هتلاقي عامل لك هنا كده جدول حاطط لك الادويه على الشمال، هنا على الشمال حاطط لك الدراجز اللي بتعمل بوتنشيشن للسلفونيل يوريا افكت. وكلمه بوتنشيشن يعني تقوي مفعولها، وتقوي مفعولها دي يعني ايه؟ الادويه اللي ممكن توطي سكرك قوي او تخلي السلفونيل يوريا توطي سكرك اكتر من اللازم. على الناحيه الثانيه ايه هي الادويه اللي بتعمل انتاجونيزم مع السلفونيل يوريا؟ انتاجونيزم يعني تاخد الدواء وكانك ما بتاخدش حاجه، سكرك ما يوطاش، كان عندك ريزيستنس. ناخد واحده واحده كده، ايه هي الادويه اللي ممكن تعمل بوتنشيشن للسلفونيل يوريا افكت؟ نمره واحد، اما تدي مايكروزومال انزيم انهبيتور. ليه؟ هو مش احنا قلنا لك ان معظم الادويه اللي في الدنيا بيحصل لها او كتير من الادويه بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر بالحاجه اللي اسمها سيتوكروم بي 450؟ طيب ما هو انا لو خدت دلوقتي سلفونيل يوريا وانت اديتني حاجه تعمل انهبيشن للسيتوكروم، معناها ان الدواء السلفونيل يوريا هتتحوش في دمي، مش هيحصل لها ميتابوليزم. ولو اتحوشت في دمي وما حصلهاش ميتابوليزم، طب ما هتعمل لي اكساجيريتد افكت، هيبقى لها لونج ديوريشن اوف اكشن وهدخل في سيفير هايبوجلايسيميا. هذا واحد. اتنين، البيتا بلوكر. ايه بقى قصه البيتا بلوكر دي؟ انا هرجعك بذاكرتك للاوتونوميك نيرفس سيستم. فاكر لما قلت لك انه الليفر فيه مخزن هنا حاجه اسمها جلايكوجين، والجلايكوجين ده ساعات يدوب ويحصل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس، والمفتاح بتاع الجلايكوجينوليسيس حاجه اسمها بيتا 2 ريسبتور. طيب بفكرك ليه بالقصه دي؟ عايز الفت نظرك لشيء مهم. هو انا لو خدت دواء للسكر ايا كان، سواء انسولين او اورال دراجز او وات ايفر، او حتى سكري وتر من غير اي حاجه خالص، مين اللي المفترض انه بينقذني من الهايبوجلايسيميا ويمنع ان انا يجي لي ايه؟ هايبوجلايسيميك كوما. الليفر بينقذني ازاي؟ الليفر اول ما يحس ان سكرك وطي قوي وحصل لك هايبوجلايسيميا، يقوم يدوب شويه جلايكوجين علشان يتحولوا الى جلوكوز في البلد ويرفعوا لك سكرك وما يحصل لكش غيبوبه. كويس؟ طب لو انت النهارده واخد اورال هايبوجلايسيميك دراج زي السلفونيل يوريا وموطي سكرك وسكرك وطي سنه، وانت بالصدفه كنت واخد بيتا بلوكر، طب ما هو البيتا بلوكر قافله البيتا 2 ريسبتور اللي هي المتحكمه في الجلايكوجينوليسيس، كانك عايز تقول ان البيتا بلوكر منع الجلايكوجينوليسيس، يبقى الليفر مش هيقدر يعوض الهايبوجلايسيميا اللي حصلت دي، وبالتالي العيان هياخد القرص بتاع الايه؟ اللي هو السلفونيل يوريا، سكره يوطى سنه، مفيش تعويض من الليفر، هيغمى عليه ويجي له هايبوجلايسيميك ايه؟ هايبوجلايسيميك كوما. وبالمناسبه برضو لو رجعت للاوتونوميك وانت بتذاكر بيتا بلوكر هتلاقي المعلومه دي احنا قلناها في السايد افكت اوف بيتا بلوكر، يومها قلنا ان البيتا بلوكر بوتنشيات ذا هايبوجلايسيميك افكت اوف اورال هايبوجلايسيميك دراجز، المقصود كلمه سلفونيل يوريا. تالت حاجه ممكن تعمل بوتنشيشن وتعمل لنا ازمه، الاسبرين. الاسبرين معروف انه ممكن يعمل ديسبليسمنت لاي دواء من البلازما بروتين. كتير يا شباب من الادويه لما بنديها بيبقى فيه جزء فري ماشي في الدم حر كده، والجزء ده هو ده اللي بيجيب نتيجه، هو ده اللي بيشتغل في جسمك، والجزء الاخر من الادويه بيبقى ماسك في الالبومين ومتخزن على الايه؟ على سطح الالبومين كده. الاسبرين معروف انه ساعات يروح للالبومين ويعمل ديسبليسمنت، يعني يخلي الالبومين ايه؟ يزق الدواء ده. فالجزء المتخزن ده اللي ما كان اللي هو كان يعني كان بيقوم بدور المخزن، هو مش شغال دلوقتي، هو اللي شغال الفري بارت ده. لما تعمل ديسبليسمنت يقوم الفري بارت ده نسبته تزيد، وهو ده اللي بيجيب المفعول اللي هو الفارماكولوجيكال. فانت كده هتعمل اكسجريتد افكت برضو، بعد ما كان الفري بارت مثلا 3-4% وبيشتغلوا، اما هتعمل ديسبليسمنت الفري بارت هيبقى 10% ولا 12%، فالعيان هيجي له سيفير هايبوجلايسيميا. يبقى ده ثلاث نماذج من ادويه ممكن تزود الهايبوجلايسيميك افكت اوف سلفونيل يوريا. تعال بقى للعكس، تعال للادويه اللي هي بتعمل انتاجونيزم. اول حاجه بقى تعال نعكس، احنا قلنا هنا مايكروزومال انزيم انهبيتورز، قول هنا مايكروزومال انزيم انديوسرز. ليه؟ ما هو انت لما تعمل اندكشن يعني هتسرع الميتابوليزم، فهتخلي الدواء يتكسر بسرعه فما يجيبش نتيجه. ده واحد. اتنين، انا لسه من شويه قايل لك السلفونيل يوريا الميكانيزم بتاعها بتشتغل عن طريق انها بايه؟ بتقفل البوتاسيوم تشانل في البنكرياس. فكل الادويه اللي هنصنفها بوتاسيوم تشانل اوبنرز هتعاكسنا وتخلي السلفونيل يوريا كان ما لهاش لازمه، زي ما قلت لك من شويه الدايازوكسايد
زي المينوكسيديل، زي الثيازايد دايوريتيك، كل دول متصنفين بوتاسيوم تشانل اوبنرز ويعملوا انتاجونيزم مع الميكانيزم بتاع السلفونيليوريا. ثلاثة، كل الهرمونز فيما عدا الانسولين، جميع الهرمونز بتضاد شغل السلفونيليوريا. يعني مثلا الجلوكاجون، ايه رأيك؟ الجلوكاجون ده مش بيرفع السكر؟ طيب ما يعمل انتاجونيزم مع السلفونيليوريا. الكورتيزون، هتدرس معانا ان الكورتيكوستيرويدز برضو بتعمل هايبر جلايسيميا وبترفع السكر، فدي برضو تضاد. الادرينالين، يبقى كل الكاونتر ريجولاتوري هرمونز او الاستريس هرمونز لو اديتها هتروح تعمل انتاجونيزم وترفع السكر وتلغي عمل السلفونيليوريا. الجدول ده زي ما قلت لك لتاني مره بيجي في الامتحانات كتير بثلاث درجات. ثلاث درجات ليه؟ الممتحن هيدي لك على كل ايتم من اللي احنا قلناها نص درجه. ده ثلاث حاجات بيعملوا بوتنشيشن بواحد ونص، وده ثلاث حاجات بيعملوا انتاجونيزم بواحد ونص، وادي الثلاث درجات. ندخل بقى على العيله الثانيه من الاورال او الانتي دايبيتيك دراجز. العيله الثانيه اللي هو اللي اسمها ميجليتينايدز. ميجليتينايدز، ميجليتينايدز هم اتنين، واحد اسمه ريباجلينايت، وده طلع في 1992، يعني يعتبر نسبيا احدث من عيلة السلفونيليوريا. والتاني اسمه ناتي جلينايت. الاتنين دول على بعضهم كده اسمهم عيلة الميجليتينايت. انا مش هطول فيهم كتير لان المسألة بسيطة خالص. العيلة دي يا شباب الميكانيزم بتاعهم ايدنتيكال للسلفونيليوريز، نفس الميكانيزم تقريبا، يعني بيروحوا برضو يقفلوا البوتاسيوم تشانل، ولما تتقفل البوتاسيوم تشانل تقوم تتفتح الكالسيوم تشانل، يدخل نفس الكلام عيده بالظبط. الله، طب ما انت هتقول لي دلوقتي لما هم زي السلفونيليوريا، طب ما كنا حطيناهم مع السلفونيليوريا وخلصنا. الاجابه ما نقدرش نعمل الحكايه دي. ما نقدرش ليه؟ وليه صنفناهم عيله لوحدها اسمها ميجليتينايد؟ لسببين. السبب الاول ان هم لما بروحوا يقفلوا البوتاسيوم تشانل دي اللي هي الاي تي بي ديبندنت بوتاسيوم تشانل، بيمسكوا في مكان مختلف شويه عن المكان اللي مسك فيه السلفونيليوريا. يعني مثلا السلفونيليوريز بيروحوا لمجموعه امينو اسيدز كده يشبكوا فيها ويعطلوا التشانل. الميجليتينايدز بتروح تعطل التشانل برضو، بس البايندنج سايت از ديفرنت. طب ده نمره واحد. طب نمره اتنين بقى الاهم. اتنين ده بقى الاهم. هو سلفونيليوريا اتقسمت سلفونيليوريا ليه؟ مش عشان فيها ستراكشر كان مجموعه اسمها سلفونيليوريا جروب، مش ده؟ طب العيله دي بقى ما فيهاش السلفونيليوريا جروب، ايه؟ ما فيهمش سلفر. يبقى ازاي تصنفهم سلفونيليوريا؟ باي حق تحطهم مع العيله اللي اسمها سلفونيليوريا؟ الاستراكشر الكيمياء مختلفه. يبقى العيله دي الميكانيزم بتاعها زي السلفونيليوريا بالظبط، والافكت ايدنتيكال للسلفونيليوريا، انما احنا فصلناهم للسببين اللي انا قلت لك عليهم دول. جايز يكون الفرق الثالث بقى برضو المهم، ان الادويه دي بتجيب نتيجه سريعه جدا، بيسموها فيري فاست اكتنج، والديوريشن بتاعتهم فيري شورت، لدرجه ان العيان لما بيبلع قرص الريباجلينايد ده سكره بيوطى وذين مينتس، في خلال دقائق سكره بيوطى. لدرجه برضو ان في بعض الكتب يقول لك العيان المفروض اللي هيتكتب له ريباجلينايد او ناتجلينايد يبلع القرص وهو قاعد قدام الاكل، قاعد على الترابيزه السفره، يعني ما يبلعش القرص ويستنى شويه على ما ياكل، لانه لو استنى شويه ممكن يجي له سيفير هايبوجلايسيميا. يعني مثلا العيان ننصحه اذا كنت هتمشي على ريباجلينايد او ناتجلينايد من فضلك ما تاخدش القرص، ايه؟ والعيان يقول لمراته ايه؟ طب انا هاخد قرص السكر على منزل اصلي العصر واطلع. مفيش الحكايه دي، هينزل يصلي العصر هيغمى عليه في الجامع بعد دقايق، فمش هينفع. وبالتالي الادويه دي المفروض انها تتاخد ايه؟ immediately before meals، قبل الاكل على طول. وهي النتيجه بتاعتها زي ما قلت لك شورت ديوريشن، يعني ممكن تاخد القرص ده ثلاث مرات في اليوم. وفي ناس بيعتبروها مجازا كده، يعني اورال انسولين، كان العين اول ما يبلع الايه القرص بيجيب نتيجه كانه اتحقن بايه؟ بانسولين، من سرعه الايه الاستجابه بتاعتها. رابع افكت زي ما قلت لك بقى، الادويه دي تنفع تبقى رائعه جدا للناس اللي عندهم حساسيه من السلفونيليوريا.
يعني انا قلت لك ان السلفر بيعمل حساسيه شديده لبعض الناس، وكل الادويه اللي فيها سلفر بتعمل مشاكل. طب هنفرض ان في عيان عنده تايب 2 ديابيتس وجيت تكتب له سلفونيل يوريا، قامت عامله له سيفير اليرجي عشان السلفر، في الحاله دي يبقى الالترناتيف بتاعك والبديل بتاعك العيله اللي اسمها ميجليتينايد، اللي هي بتشتغل زيها بالظبط وان كان مفيش فيها ايه هذا السلفر. وبرضه هرجع اقول لك الميجور ادفيرس افكتس للعيله دي ايه، كلمه هايبوجلايسيميا، لان بتشتغل بنفس الميكانيزم تقريبا اللي بتشتغل بيه السلفونيل يوريا. العيله الثالثه اللي هي ثالث فاميلي من الكلاسيك دراجز، ما زلنا بنشرح في الكلاسيك دراجز، الفاميلي بتاعه الباي جوانايدز القديمه قوي. الباي جوانايدز يا شباب في الحقيقه هم تو دراجز، واحد كان اسمه فينفورمين، والتاني المشهور قوي اللي ما زال موجود وبيستخدم كتير اسمه ميتفورمين. طيب الفينفورمين ده ما عادش النهارده موجود، وهقول لك ليه بعد شويه. اللي موجود في الماركت وبيستخدم كتير التاني ده الميتفورمين. البايجوانايدز دي ايه بقى المين ميكانيزم بتاعها؟ انا اتفقت معاك في اول الكلام انه كل عيله من الادويه هيكون لها ميكانيزم رئيسي وحاجات فرعيه. الميكانيزم الرئيسي بتاع العيله بتاعت البايجوانايدز دي انها اللي هنعمله بالاحمر ده، انها بتقلل الانتستاينال جلوكوز ابزوربشن. يعني حضرتك تاكل وتاخد قرص الميتفورمين ده فما يحصلش امتصاص للجلوكوز. ده المين ميكانيزم بتاعها. الميكانيزمات الاخرى بقى السبسيدياري نمره 2 هم كمان بيحسنوا الريسبتور سنسيتيفيتي بتاع الانسولين. ادا 2 3 بيزودوا حاجه اسمها ان ايروبيك جلايكوليسيس، يعني بيحرقوا الجلوكوز بطريقه اخرى. اصله يا شباب الجلوكوز بيتحرق بطريقتين، الطريقه الاولانيه اللي هي الايروبيك، دي الطريقه الطبيعيه اللي يجب ان كل الخلايا تستخدمها. الايروبيك جلايكوليسيس عشان يحصل محتاج حاجتين، محتاج اكسجين، والانسولين مهم للحكايه دي. يعني الانسولين مهم علشان الجلوكوز يتحرق بشكل ايروبيك. طيب بما ان العيان عنده ديابيتس والانسولين اللي عنده اما ناقص شويه او اما مش قادر يشتغل، فالايروبيك اوكسيديشن عنده امبيرد، ما بيحصلش حرق كويس للجلوكوز، وده اللي بيراكم الجلوكوز في دمه. اهو العيله دي بقى كمان بالباهن، يعني من ضمن ميكانيزماتها انها بتروح تنبه حرق الجلوكوز بطريقه اخرى اسمها ان ايروبيك، وهذه الطريقه لا تعتمد على الانسولين، طريقه كده منفصله بس. طبعا هي كده دلوقتي هتعمل لنا ميزه وعيب. الميزه انها خلصتنا من الجلوكوز العالي لانها هتحرق الجلوكوز بالطريقه دي، انما العيب ان ما هي الان ايروبيك جلايكوليسيس دي هتطلع في الاخر حاجه اسمها لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد هيبتدي يعمل لنا مشاكل زي ما هنشوف. نقول تاني، نلخص تاني، المين ميكانيزم بتاع العيله دي اللي هو بتقلل الانتستينال جلوكوز ابزوربشن، السبسيدياري ميكانيزم الحاجتين اللي احنا قلناهم دول بيحسنوا الريسبتور سنسيتيفيتي، 2 بينبهوا الان ايروبيك جلايكوليسيس وحرق الجلوكوز بالطريقه دي. عايز انبهك بقى لحاجه مهمه قوي، اذا حد اصطادك في الامتحان وقال لك يا دكتور هل العيله دي ممكن توطي السكر عن الطبيعي، يعني هل ممكن تدخلني في كلمه هايبوجلايسيميا؟ الاجابه لا، مش ممكن العيله دي تعمل هايبوجلايسيميا. هي توطي البلاد جلوكوز لو كان هاي، يعني عيان مثلا سكره عالي فممكن العيله دي توطي البلاد جلوكوز توصله للنورمال، انما ما تنزلش بلو ذا نورمال. ليه؟ لان اي دواء عشان ينزل الجلوكوز بلو ذا نورمال في شرط مهم قوي، ان لازم يكون الدواء بيطلع انسولين من البنكرياس. طيب الادويه دي ما بتطلعش انسولين من البنكرياس، اللي فاتوا هم اللي كانوا بيطلعوا انسولين، اللي فاتوا اللي اسمهم سلفونيل يوريا والعيله اللي اسمها ميجليتينايد، دول اللي كانوا بيروحوا للبنكرياس يطلعوا منه انسولين، فدول اللي يتقال عليهم هايبوجلايسيميك دراجز، ممكن يدخلوك في هايبوجلايسيميك كوما، انما العيله دي لا يمكن تدخلك في هايبوجلايسيميك كوما، يعني هي لا يمكن تعمل الحكايه دي. فممكن تتصنف بقى ايه، بعض الكتب تكتبها انتي هايبر جلايسيميك دراجز، تتوصف كده كلمه انتي هايبر جلايسيميك، يعني زي ما قلت لك توطي السكر لحد الطبيعي لكن ما تنزلش بلو ذا نورمال. اتفقنا يا بطل؟ تعال نشوف بقى مين يستخدم العيله دي. اول عيان هيستفيد من العيله دي اللي هو تايب 2 دايابيتس، ادا 1. 2 ممكن تستخدم العيله دي كمان في علاج الاوبيزيتي، يعني مش شرط يكون العيان مش شرط يكون دايابيتك. ناس كتير بيستخدموا الميتفورمين ده اهو
الميتفورمين ده على فكره موجود في السوق باسماء كتير قوي، جايز تكون سمعت عنها، موجود حاجه اسمها جلوكوفاج وسيدوفاج وغيره. التابلت فيه 500 ميلي جرامز. بعض الناس الاوبيز لما يروح لدكتور متخصص في علاج الاوبيزيتي يقوم يكتب له الميتفورمين ده، يقول له بعد الاكل خد قرص ورا الاكل على طول عشان تمنع الجلوكوز الانتستينال جلوكوز ابزوربشن. من باب اولى بقى لو جالك سؤال ام سي كيو بيقول لك ان احنا عندنا عيان مريض تايب 2 دايابيتس كويس وسكره مثلا مش عالي قوي، خد بالك ان العيله دي ما تقدرش توطي البلد جلوكوز لو كان عالي قوي، لو كان عالي قوي انت عايز حاجه قويه. العيله دي تعتبر الى حد ما اضعف من العيلتين اللي قبل كده. هنفرض بقى ان جالك في السؤال عيان عنده تايب 2 دايابيتس وبيقول لك ان العيان ده اوبيز، اول ما تسمع كلمه اوبيز ده اول ما تشوف الكلمه دي في اي سؤال هو يبقى الاجابه على طول عايز واحد من عيله البايجوانايد، غالبا هيبقى الميتفورمين ده. اليوز الثالث بتاع العيله اللي اسمها بايجوانايدز دي هتبقى الحاله اللي اسمها بوليسيستيك اوفري سندروم. بوليسيستيك اوفري سندروم تحس ان احنا خرجنا شويه بقى من الديابيتس. ايه بقى بوليسيستيك اوفري سندروم؟ هتلاقي نسبه من الستات اتجوزت مثلا وما حصلش ايه، ما عندها انفيرتيليتي، عندها ما بتخلفش، او جايز واحده اتجوزت وخلفت طفل واحد وبعدين قعدت فتره بعده ما بتخلفش، اهو الست اللي ما بتخلفش من الاول خالص دي ها يبقى عندها حاجه اسمها برايمري انفيرتيليتي. طب واللي خلفت مره وبعد كده ما عادش الخلفه اتقطعت يسموها سكندري انفيرتيليتي. حلو كده يا بطل. اهو الست بقى سواء هويذر هي عندها برايمري ولا سكندري انفيرتيليتي هتروح لدكتور نساء. اول ما تروح لدكتور النساء هيطلب منها ابدومينال الترا ساوند. لما هنعمل ابدومينال الترا ساوند هنلاقي الاوفري في الناحيتين، هنلاقي انلارجد ومليان كده مالتيبل سيست. اهي الحاله بقى دي لما تشوفها بالالترا ساوند هتشخصها حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري سندروم، وهتبقى الشكوى الرئيسيه للست ده كلمه انفيرتيليتي هويذر برايمري او سكندري. كويس. اللي انا بقوله لك على السبوره ده بيحصل في كام في الميه من الستات؟ بيحصل في حوالي نسبه من 6 الى 10% من الستات على مستوى العالم، يعني من كل 100 واحده في 6 بيشتكوا من القصه دي. اتفقنا يا بطل؟ طيب لو عملت بقى انفستيجيشنز للست دي هتلاقي حاجتين مهمين قوي. هتلاقي 70% 70% من الستات دول يعني نسبه كبيره بيشتكوا من كلمه انسولين ريزيستنس، ده واحد، وبيشتكوا من ان الاندروجين عندهم عالي، الاندروجين اللي هو هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. يبقى المشكلتين دول بنلاقيهم اسوشيتد مع الحاله دي دايما. كويس كده؟ بنسبه كام؟ 70%. والاندروجين ده هو اللي عامل للست دي الانفيرتيليتي وبخليها ما بتخلفش. مش بس كده، وساعات يطلع الشعر في وشها ويعمل لها الاكني فالجارز اللي هو حب الشباب ده. اتفقنا يا بطل؟ طيب ليه انا بشرح بقى الكلام ده؟ ايه دخل ده بالديابيتس؟ ايه دخل ده بالادويه؟ دخل ده ان احنا زي ما قلت لك اتفاجئنا ان الستات دول بيبقى عندهم غالبا كلمه انسولين ريزيستنس. فالعلماء ما بقوش عارفين يا ترى هو لما حصل لما الاوفري باظ بالشكل ده، ده عمل سمثينج رونج في الجسم وخلى يعني هو ده اللي عمل انسولين ريزيستنس، ولا من الاصل كون الست عندها انسولين ريزيستنس مع الوقت هو ده اللي بوظ الاوفري؟ فمحدش عارف مين السبب في التاني يعني. فالتفكير المنطقي على طول يقول ايه؟ يقول طيب ما احنا ندي دواء على امل ان احنا نصلح الانسولين ريزيستنس دي ونشوف. والله الايه بعد ما الانسولين ريزيستنس تتصلح والريسبتور بتاع الانسولين ايه الفانكشن بتاعه تتحسن، يا ترى الاوفري هيرجع للنورمال فانكشن بتاعته ولا لا؟ فجربوا مين بقى يا بطل؟ جربوا العيله اللي اسمها بايجوانايدز دي اللي هو الميتفورمين، اللي هو من ضمن وظائفه بيحسن الريسبتور سنسيتيفيتي. لما جربوه في الستات دول لقوا الريسبتور سنسيتيفيتي بتتحسن، والاوفاريان فانكشن كمان بتتحسن، والاندروجين اللي كان عالي ده بيوطى، والست دي بيبتدي يحصل لها اوفيوليشن وتبتدي ايه ممكن كمان ما هي كانت بتشتكي من انفيرتيليتي تتعالج الانفيرتيليتي. يبقى النهارده اصبح الميتفورمين من ضمن الادويه الفيرست لاينز، الادويه المهمه جدا لعلاج الستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفري سندروم واللي عندهم انفيرتيليتي بسبب الحكايه دي. اتفقنا يا بطل؟ قلنا كده كام استخدام للعيله دي، نعد مع بعض. تايب 2 دايابيتس خلصنا،
اتنين الناس اللي عندهم اللي بيشتكوا من اوبيزيتي على اساس انك بتقلل انتستاينال جلوكوز ابزوربشن، ثلاثة الحاله اللي اسمها بوليسيستيك اوفري سيندروم اللي احنا شرحناها بالطريقه دي. نيجي بقى للادفيرس افكتس بتاعت العيله دي، الجانب السيء. الجانب السيء ثلاث كلمات، ادا واحد ادا اتنين ادا ثلاثة. الحاجه الاولانيه جي اي تي ابسيت، تلاقي مثلا عنده ايه، عنده ابدومينال بين، عنده دياريا، عنده ديستنشن انتفاخ. طب ليه الحاجات دي؟ ساعات يبقى عنده ديسبيبسيا. ليه؟ لان انت دلوقتي بتقول لي ان الادويه دي بتمنع الانتستاينال جلوكوز ايه ابزوربشن، ده معناه ان الجلوكوز اللي انت بتاكله والسكر كله هيوصل الانتستين من غير ما يمتص. طب ما هو لما يوصل الانتستين هيحصل له ايه؟ فيرمنتيشن، والفيرمنتيشن ده هيطلع جازز، الجازز دي هتعمل للعيان ديستنشن وهتضايقه وهتعمل له كل المانيفستيشن اللي انا قلت لك على دي. يبقى لو سالك وات از ذا موست كومون ادفيرس افكت اوف بايجوانايت، ذا موست كومون قولا واحدا كلمه جي اي تي ابسيت الاولانيه دي. اتنين تاني مشكله بقى هتعملها، الادويه دي للاسف ممكن تقلل امتصاص فيتامين بي 12. طب ليه؟ لنفس السبب برضو، ما هو الجلوكوز لما هيتحوش في الانتستين وهيعمل لنا المشاكل اللي بتاعت الجي اي تي دي والجازز والديستنشن، كل هذا الديستربنس في الاخر برضه هينعكس على فيتامين بي 12 فيقل الابزوربشن بتاعه. انما هل دي كلينيكال بروبلم يعني؟ يعني هل واضحه قوي عند الناس اللي بياخدوا بايجوانايت؟ الاجابه لا، ريرلي اكلينيكال بروبلم، يعني نادرا، في احوال نادره لما بتلاقي عيان بياخد البايجوانايت واشتكى من حكايه فيتامين بي 12 دي، انما اهي ريبورتد. نمرة ثلاثة، أنا قلت لك من شوية إن العيلة دي بتنبه حاجة اسمها أن إيروبيك إيه؟ جلايكوليسيس، وقلت لك إن ده كويس، له وجه حسن، وجه كويس، ووجه سيء. الوجه السيء بتاع الأن إيروبيك جلايكوليس إنها تحوش لنا اللاكتيك أسيد وتعمل لنا حاجة اسمها لاكتيك إيه؟ أسيدوزيس. اللاكتيك أسيدوزيس دي يا بطل لها شروط، يعني مش أي عيان كده هياخد الميتفورمين هيحصل له لاكتيك أسيدوزيس، لأ. الشرط الأول ان الادويه دي تكون بتتاخد او عيان يكون عنده رينال امبيرمنت، الكلى عنده مش شغاله كويس، وبالتالي هو اصلا مريض الرينال فيلير اصلا بالطبيعه عنده اسيدوزيس اصلا من غير حاجه كده. فالادويه دي اولا هتتحبس في الجسم ومش هيحصل لها اليمينيشن، واللاكتيك اسيد هيزيد مع الاسيدوزيس اللي عنده اصلا هتظهر عليه المشكله. هذا واحد. اتنين تبان اكتر في الاولد ايج، السن الكبير. ثلاثة تبان اكتر لو العيان خد البايجوانايد مع الكحول. الالكحول من الحاجات الملعونة اللي تخلي المريض اللي بياخد بايجوانايد يدخل منك في لاكتيك اسيدوزيس، وتاخد بالها تاخد بالك منها في الام سي كيو بتيجي ساعات. One of the following agents او drugs may exaggerate lactic acidosis of بايجوانايدز، وتبقى الاجابة كلمة الكحول دي. اتفقنا يا بطل؟ طيب قلت لك من شويه في اول الكلام ان العيله دي كانوا دوايين، كان الفينفورمين وايه والميتفورمين. الفينفورمين ده ما عادش مستخدم خالص النهارده. ليه؟ لانه كان من اكتر الادويه اللي بتعمل لاكتيك اسيدوزيس دي، يعني كان بيعمل لاكتيك اسيدوزيس بسهوله جدا عند المرضى اللي عندهم رينال امبيرمنت وغيره. علشان كده ما عادش موجود النهارده، بندور عليه ما بنلاقيهوش. فانت بتقول ايه فينفورمين؟ هو اسمه فينفورمين، ففينفورمين يعني ما عادش، خلاص ما عادش موجود. العيلة اللي بعدها بقى نمرت أربعة، رابع عيلة، عيلة اسمها ثايازوليدين دايونز، ده الاسم الكيميائي للعيلة. إنما بين قوسين كده في ناس يحطوا بين قوسين كده يوصفوها بإنها انسولين سنسيتايزرز، ولما يحط الاسم ده بين قوسين كأنه بيغششك الميكانيزم، كأنه عايز يقولك إن المين ميكانيزم بتاع العيلة دي إنها هتروح تحسن الانسولين ريسبتور سنسيتيفيتي. مين هما الأول؟ واحد كان اسمه تروجليتازون، زمان ما عادش موجود الوقت ده، خلاص اتلغى. ده نعيه طلع خلاص، يعني ما عادش موجود لانه ثبت انه بيعمل سيفير هيباتوتوكسيستي، فما عادش حد بيستخدم الترو ده خلاص. اتنين روزي جليتازون، والروزي جليتازون هو كمان شكله كده هيحصله، لان في بعض الدول برضو بدأت تخاف منه وبدأت تحظر عمله، ما عادش موجود يعني في كتير من الدول. تلاتة اللي موجود بقى دلوقتي وما زال يعني في كتير من الدول اللي اسمه بايوجليتازون، يبقى مين هم العيله؟ الثلاثه التروجليتازون اللي انتهى خلاص، الروزجليتازون اللي شويه موجود وشويه ما عادش، البايوجليتازون اللي هو موجود. العيله دي بتشتغل ازاي؟ الميكانيزم بتاعها ايه؟
الميكانيزم بتاعها الحقيقة مبتكر عن اللي فاتوا كلهم. دول بيروحوا يشتغلوا انترا سيلولر، يعني يدخلوا من السيل ميمبرين لحد ما يوصلوا للنيوكليوس عندك في كل خلايا جسمك. زمان قلت لك ان في نوع من الريسبتورز موجود جوه النيوكليوس كانوا بيسموه انترا سيلولر ريسبتورز، فاكر؟ الريسبتور ده كان بروتينات هنا، ساعات يسموها ترانسكريبشن فاكتورز، يعني ساعات يسموها كده. الترانسكريبشن فاكتورز دي، البروتينز دي، لو دواء راح اشتغل عليها، هذه البروتينز هي اللي بتتحكم في عمل الجينز جواك، هي اللي بتعمل اما جين اكسبريشن او جين سبريشن. العيله بتاعت الثايازوليدين دايونز دي بتروح تنشن على مجموعه من الترانسكريبشن فاكتورز جوه النيوكليوس، بيسموها بيروكسيزومز، بيروكسيزومز، بروليفيريتور، هي اسمها كده، اكتيفيتور ريسبتورز. اختصارا بقى عشان نخلص من الاسم الطويل ده، يختصروها بكلمه بي بار او بي بارز، بيروكسيزوم، بروليفيريتور، اكتيفيتور ريسبتورز. البي بارز دي بتنقسم الى الفا وبيتا وجاما، يعني هم ثلاث عائلات من البي بارز جوه النيوكليس عندنا، جوه خلايا جسمنا. عيله الثايازوليدين دايونز دي بتروح تنشن تحديدا، بتروح تعمل اكتيفيشن للعيله البي بار دي، بس بتنشن اكتر على العيله ايه، جاما دي. طبعا عيله البي بار الالفا لها وظائف، البيتا لها وظائف، وكل واحده من دي والجاما لها وظائف. لما العيله الثايازوليدين دايون تروح تنبه البي بار جاما، يقوم يحصل الاتي: واحد، يبتدي يتحسن الانسولين ريسبتور سنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي هتتحسن لو كان المريض ده الانسولين ريسبتور ما بيستجبش للانسولين كويس، هيبتدي يتحسن بنسبه تقترب من 60%، و60% ده رقم مش قليل على فكره، رقم محترم يعني. اتنين، لما البي بار جاما دي تبتدي تشتغل، اللي هي الاليمنتس دي، يبتدي يزيد صناعه الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، فيزود النمبر بتاعها. ثلاثة كمان، ودي حاجه على الماشي كده، اصلا هم مش سيلكتيف قوي على 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 البي بار جاما، هم المين افكت هنا، انما بيلطشوا كمان البي بار الفا. انت عارف بقى لو شغلوا البي بار الفا ده، هو الالفا عيله البروتينز دي لو اشتغلت، هي دي اللي بتتحكم في نسبه الترايجليسرايد في دمك والكوليسترول في دمك. يعني لو شغلت البي بار الفا جوه النيوكليوس في خلايا جسمك، ده متعلق بالايه، باللايبو بروتين ميتابوليزم، اللي هو بقى الايه، عيله الليبيد بروفايل. العيله دي لما بتلطش دي بالمره كمان، بيقولوا انها بتوطي الترايجليسرايد وبتوطي الكوليسترول. وبالمناسبه افتكر بقى معايا ان شاء الله، ان احنا لما نيجي نتكلم على الكوليسترول والادويه اللي بتوطي الكوليسترول والترايجليسرايد، افتكر معايا، او كلام بيجيب بعضه بقى، افتكر معايا ان انا هقول لك ان ممكن تنبه الايه، البروتينز اللي اسمها بي بار ايه المره دي بقى، الفا. الفا دي هي دي بتاعه الدهون، انما جاما دي بتاعه الانسولين ريسبتور. العيله دي شغاله اصلا زي ما قلت لك اكتر على الجاما، على البي بار جاما، انما اهي بالمره بتلطش البي بار الفا، ويبقى ايه كمان بالمره ايه، زياده الحسنيين، يعني انها بتقلل الترايجليسرايد وايه والكوليسترول. ودي تعتبر حاجه الى حد ما هايله، لانه مريض السكر في يعني غالبا مرضى السكر عندهم الكوليسترول دايما بيبقى عالي. شوف بقى، افلح ان صدق، يعني الكلام اللي على السبوره ده لو كان بيحصل بالطريقه الهايله اللي بقول لك عليها دي، كان يبقى رائع جدا، لان مريض الدايابيتس تايب 2 اصل مشكلته ها، كلمه انسولين ريزيستنس، والعيله دي اسمها انسولين سنسيتايزرز، وكمان من ضمن مشاكله حكايه الليبيدز، البلازما ليبيدز والكوليسترول والميتابوليك سيندروم والكلام ده. فوالله لو كانت الادويه دي هتشتغل بالكفاءه اللي على السبوره دي، كانت بقت رائعه جدا. انما زي ما قلت لك ايه، يعني يا فرحه ما تمت، او ساعات يقولوا الحلو ما بيكملش، لان اتفاجئنا نمره واحد بانه العيله دي اولا بطيئه جدا في شغلها. هو كلمه بطيئه دي يعني ممكن نفوتها ونبلعها انا وانت. ليه؟ هو طبعا بطيئه لان احنا عارفين وحافظين ان اي دواء بيشتغل على جوه النيوكليوس على ترانسكريبشن فاكتور هياخد وقت على ما يشتغل، على ما الترانسكريبشن فاكتور تشتغل وتشغل الجينز والجينز تبتدي تطلع بروتينز، ده بياخد وقت. انما هنبلع انا وانت دي، ابلعها دي بمزاجك يعني. اللي مش هيتبلع بقى ان العيله دي للاسف طلعوا هيباتوتوكسيك، وده اللي خلانا نلغي التروجليتازون، ما عادش موجود خلاص،
وده اللي خلاهم يبتدوا يفكروا يقلقوا من الروزي جليتازون. ما عادش هو كمان بعض الدول زي ما قلت لك اللي عاد موجود البايو جليتازون، والله اعلم هيفضل مستمر ولا لا. يبقى اول ادفيرس افكتس للعيله دي ايه حضرتك؟ كلمه هيباتو توكسيستي. اتنين اللي يعني سيبك بقى من حكايه انها بطيئه في شغلها دي، احنا بنتكلم في الكلام الجد بقى، ادي اول كلمه بجد ان هم هيباتو توكسيك. تاني كلمه الادويه دي بتعمل فلويد ريتنشن، للاسف تعمل فلويد ريتنشن وتزود فرصه الكونجستيف هارت فيلير، ولو مريض عنده كونجستيف هارت فيلير هيتاذي جدا لو خد العيله دي. ومش معروف ليه الفلويد ريتنشن، يعني هي جت منين يعني؟ وبتعمل ويت جين طبعا، ما هو انت لما الميه تتحبس في جسمك مش بس قلبك هيتعب، ده قلبك هيتعب وكمان وزنك هيزيد. ده اللي موجود عندك في الكتاب، كلمه هيباتوتوكسيستي وفلويد ريتنشن. ازود لك انا بقى كمان حاجتين مش موجودين عندك وحاجتين مهمين جدا. البايوجليتازون يا بطل، البايوجليتازون اللي هو موجود دلوقتي وبيستخدم كتير، البايو ده بايوجليتازون النهارده متهم، وتزود الكلام ده عندك، متهم النهارده بكلمه بلادر كانسر او بلادر تيومرز. بيقولوا انه بيزود فرصه، لما عملوا احصائيات كده وميتا اناليسز لقوا ان البايوجليتازون عند بعض الناس عمل لهم اندكشن للبلادر تيومرز، وبالتالي دي حاجه خطيره جدا، يعني بيعمل سرطان المثانه. الروزي جليتازون اللي انا قلت لك ان في دول قلقت منه وبعض الدول ما عادش بيستخدموه، الروزي ده اما عملوا برضه ميتا اناليسز على ستات كتير استخدموه لقوا انه بيزود فرصه الفراكشر، فراكشر اوف ذا ابر ليمب، بيزود فرصه الكسور في الايدين من اول الكتف كده وانت نازل. لما عملوا ايه الكلام ده؟ طبعا الدراسات دي بتتعمل من كل فتره يا شباب، الدول بتراجع المعلومات، يعني بتجيب الدواء اللي نزل في السوق مثلا بقاله 10 سنين وتجمع الداتا على مستوى العالم وتشوف ايه المشاكل اللي كانت اللي عملها اللي ما كانتش في حسباننا. فمثلا البايوجليتازون ما كانش في حسباننا ابدا ان هو يعمل بلادر كانسر، اهو الوقت متهم بالحكايه دي. الروزيجليتازون ما كانش في حسباننا ابدا انه يزود فرصه الفراكشر عند بعض الستات بالطريقه دي. يبقى احنا كده اتكلمنا على تقريبا 4 سايد افكتس، هيباتوتوكسيستي ده الاساس اللي ما تنساهاش خالص، كونجستيف هارت فيلير وفلويد ريتينشن دول مكتوبين عندك، زود ان البايوجليتازون بيعمل بلادر تيومرز في بعض الناس ثبت، والروزيجليتازون ثبت انه بيزود فرصه الفراكشر اوف ذا ابر ليمب ان فيميلز في الستات. نيجي بقى للعيله الاخرانيه فين؟ انا ما زلت بنتكلم في الكلاسيك دراجز. العيله الاخرانيه او خامس عيله اللي اسمها ستارش بلوكرز. ستارش بلوكرز حاجة اسمها أكربوس، دواء اسمه أكربوس والتاني اسمه ميجليتول. الاتنين دول ينتموا تحت العنوان اللي اسمه ستارش بلوكرز. طيب ايه قصتهم؟ قصتهم بسيطة قوي وفكرتهم بسيطة جدا. انت عندك انزيمات كتير في جسمك مسؤولة عن تحليل النشا، يعني لما بتاكل كومبليكس شوجرز زي النشا والرز وغيره عندك انزيمز في السلايفا وانزيمز في البنكرياس، ومن ضمن الانزيمز المسؤوله عن تدويب النشا وتحويله من كومبلكس شوجر الى مونوساكرايد الى سكر يعني بسيط يمتص، انزيم هنا بيطلع من الانتستينال سيلز اسمه الفا جلوكوزيديز انزيم. هذا الالفا جلوكوزيديز بيدوب الكومبلكس شوجر ويحولها لمونوساكرايد علشان يسهل امتصاصها. فالادويه دي باختصار شديد جدا بتروح تضرب الانزيم ده، بتعمل انهيبيشن للانتستينال الفا جلوكوزيديز انزيم. طب والنتيجه ان انت تاكل النشا والحاجات دي فما بتتحولش لايه؟ لمونوساكرايدز، فما تمتصش. طيب ادي الميكانيزم، طب انا هشتكي من ايه بقى او شكوتي هتبقى ايه؟ منطقيه جدا ويا ريت انت تفكر فيها. الشكوى هتكون ان لما النشا يتراكم في الانتستين وما يتحولش الى سكريات اللي هي الحاجات المونوساكرايدز هيحصل فيرمنتيشن، ولما يحصل فيرمنتيشن هنبتدي نشتكي من نفس الشكوى بتاعت الجي اي تي ابسيت اللي اتكلمنا عنها، فهتلاقي برضو العيان يجيله كلمه فلاتيولنس يعني انتفاخ وتضايقه جدا، ويجيله ابدومينال بين، وساعات يجيله دايريا. يعني كل هتبقى المشاكل يعني الاساسيه بتاعت الستارش بلوكر دي كلها تتعلق بالجي اي تي. من هنا بقى بننبه بنقول ان العيله دي يستحسن ما تستخدمش للناس اللي عندهم مرض هنبقى نكلمك عنه اسمه السراتيف كولايتس. السراتيف كولايتس ده مرض اوتو اميون وله علاقه بالجينيتكس، وبيجي في بعض الشعوب كده بتلاقي المريض ده يجيله السرز اوتو اميون، يعني الاوريجن بتاعها اميون رياكشن. الالسرز بتبقى في الكولون
وبتبقى غالبا العنده عنده دايما ابدومينال بين، ودايما يجي له بلاد دايريا ومش عارف ايه وويت لوس وحاجات كتير. من باب اولى بقى هذا المريض اللي عنده السرتيف كولايتس يبقى خطر عليه العيله اللي اسمها ستارش بلوكرز دي، لنفس السبب اللي احنا قلناه. ما هو انت لما تراكم النشا هنا وتخليه ما يمتصش والنشا يحصل له فيرمنتيشن، ما هو الفيرمنتيشن ده يعني بكتيريا، والبكتيريا هتعمل انفلاميشن هتزود المشكله بتاعت الالسرز دي. مش بس كده، الديستنشن كمان هيعمل هيزود البين اللي عند العيان، هو اصلا عنده ابدومينال بين ومش ناقصك، فلما انت تزود له الديستنشن والانتفاخ طب ما هي الالسر دي ايه، البين هيزيد والبلاد دايريا، يعني نهايته لو جالك ام سي كيو ادي انت عرفت ستارش بلوكر مين هم فلان فلان، المين ميكانيزم ايه، ذي انهبت انتستاينال الفا جلوكوزيديز انزيم، فالسكر الكومبلكس ما يتحولش لسيمبل شوجرز، ما يحصلوش ابزوربشن، مشاكلهم جي اي تي ابسيت، مين ما ياخدهمش اللي عندهم السراتيف كولايتس، وزود عليهم كمان بالبره يعني اللي عندهم ليفر امبيرمنت او ليفر ديزيز، لان ثبت ان بعض الادويه دي هيباتوتوكسيك، يبقى دول ما ياخدوهاش. ندخل بقى يا بطل على الادويه اللي اسمها النيور دراجز اللي في الاخر بقى. احنا دلوقتي احنا خلصنا الخمسه كلاسيك دراجز، بالمناسبه يا شباب الخمسه كلاسيك دراجز اللي احنا خلصناهم دول ساعات يكتبوا كده في الكتب اورال دراجز، لان انت لاحظت ان كلهم بيتاخدوا اورال، مفيش منهم حقن، يعني السلفونيل يوريا مفيش منها حقن كلها اورال، الميجليتينايدز اورال، البايجوانايد مفيش حقن منها، الثايازوليدين دايون كلها اورال، الستارش بلوكر كلها اورال، يعني هذه الخمس ادويه مفيش منها اي انجكتابل فور. الادويه بقى الجديده النيور دراجز اللي هكلمك عنها دي بعضها اورال وبعضها انجكتابل. طيب تعال نشوف مين هم النيور دراجز الاول، وطبعا ساعه ما تقول نيور دراجز ساعه ما تقول السيره دي وساعه ما اي يعني ممتحن يبقى هو بيبص في الكتاب كده يلاقي كلمه نيو دراجز مش ممكن هيفوتها، هيسالك فيها يا في تحريري يا في ام سي كيو يا في اورال اكزام. النيور انتي دايابيتيك دراجز هم ثلاثه، يعني ثلاثه فاميليز. اول فاميلي منهم اسمها انكريتين مايماتكس او انكريتين مايماتكس. ايه بقى قصتها كده بالراحه واحده واحده؟ ريسنتلي لما عملوا ابحاث اكتشفوا ان اي بني ادم طبيعي لما بياكل اول ما الفود بينزل عندك في الاستومك ده بينبه الاستومك سيلز هنا وبينبه الديودينال سيلز من هنا انها تطلع عيله من البيبتايدز صغيره قوي اسمها انكريتينز او انكريتينز. الانكريتينز دي مش حاجه واحده، دول مجموعه بيبتايدز كده. ايه وظيفتهم؟ في الحقيقه وظيفتهم رائعه جدا، وظيفتهم يروحوا للبنكرياس يطلعوا الانسولين من البيتا سيلز، ينبهوا البيتا سيلز انها تطلع انسولين، ويروحوا للجلوكاجون اللي هو بيطلع من الالفا سيلز يقولوا له شكر الله سعيك احنا مش محتاجينك دلوقتي. ليه بيعملوا الحكايه دي؟ لان بما انك انت اكلت فمؤكد الاكل بتاعك يكون فيه شوجرز. طيب ما احنا مش هنستنى بقى لما الاكل ينزل الانتستين، لا الاشاره دي بتروح بدري بدري كده، كان ربنا عامل لك اشاره بدري قوي انها تروح تنبه البنكرياس تقول له حضر نفسك جهز نفسك للغزو القادم. الراجل ده اكل شوكولاته كتير وكل سكر كتير واحنا محتاجين انسولين ومش محتاجين جلوكاجون، لان الجلوكاجون ده بيرفع السكر مش محتاجينه دلوقتي، يبقى عملوا حاجتين اهم. الحاجه الثالثه كمان انها بتقلل الابيتايت، بتقلل الابيتايت يعني بتحسس العين بالشبع. ما هي دي يا شباب الاشاره اللي بتطلع بالاستومك عشان تحسسك انك شبعت. هو انا لو قعدت على السفره اكل بفضل اكل طول النهار ولا باجي في لحظه احس ان انا شبعت وخلاص اقول لك الحمد لله على كده؟ مين اللي بيحسسني بالشبع ويديني المسج ان انا بقى اخلي عندي دم واقوم؟ هو ده عيله الانكريتينز دي. مش بس كده، ده كمان بتبطئ الجاستريك امتينج، بتبطئ. طب ليه تبطئ الجاستريك امتينج ليه؟ دي مهمه جدا، لان انت لو اكلت وقام الاكل مره واحده نازل على الانتستين والشوجر مره واحده دخل على السيركيوليشن هيجي لك هايبر جلايسيميك كوما، هيحصل لك سيفير بوست برانديال هايبر جلايسيميا. يبقى الانكريتينز دي عملت اربع حاجات في منتهى الروعه، راحت حضرت البنكرياس نبهت البيتا سيلز وقالت للجلوكاجون متشكرين دلوقتي مش عايزينك، وقللت الابيتايت وحسست العين انه شبعان، ونمره اربعه بطأت الجاستريك امتينج عشان تدي فرصه للسكر انه يدخل دمك بالراحه من غير ما يعمل لك هايبر او سيفير هايبر جلايسيميا. اتفقنا؟
العيله دي بقى لما جم يدرسوها لقوها طبعا زي ما قلت لك هم مش حاجه واحده، هم مجموعه كده، اهمهم اهم واحد فيهم سموه جلوكاجون لايك بيبتايد رقم واحد، او اختصارا جي ال بي 1. الاسم جه منين؟ الاسم جه من ان هو بيقلل جلوكاجون، يعني من ضمن شغله انه بيقلل الجلوكاجون فتسمى كده جلوكاجون لايك بيبتايد رقم 1. يبقى الجي ال بي رقم 1 ده احد الممبرز بتاع العيله اللي اسمها انكريتينز اللي عملت الحاجات الحلوه اللي قلت لك على دي. لما العلماء شافوا القصه اللي حكيتها لك دي قالوا الله، امال احنا كنا بندي للناس سلفونيل يوريا ليه بقى؟ السلفونيل يوريا اللي من سنه 1942 دي اللي عمالين نديها للناس، هي كانت وظيفتها ايه؟ مش كانت برضه بتروح للبنكرياس تنبهه وتطلع انسولين، وتروح للجلوكاجون تقول له متشكرين؟ الله، اذا كان انا عندي حاجات طبيعيه دلوقتي في جسم ربنا خالقها بتعمل نفس الحكايه واكتر كمان، وبتقلل الابيتايت وبتعمل حاجات الهايله دي، امال ايه اللي جابرني على السلفونيل يوريا؟ طب ما احنا بدل السلفونيل يوريا، طب ما احنا نخترع بقى الايه؟ أدوية شبيهة بالعيلة اللي اسمها الإنكريتينز دي. فعملوا أدوية سموها جي ال بي 1 مايميتكس، مايميتكس أو أجونست، يعني حاجات شبيهة بالجي ال بي 1 اللي هو الإنكريتين المهم اللي بيعمل الأربع حاجات المهمين دول. عملوا دواء اسمه إكسيناتايت، إكسيناتايت، وعملوا الأخ الثاني اللي اسمه ليرا جلوتايت. يبقى أنا عندي اثنين أهو، إكسيناتايت وليرا جلوتايت، يندرجوا تحت العيلة دي. الاكسيناتايد ده ظهر في الاسواق او توافق عليه من الاف دي اي في سنه 2005. طيب الاكسيناتايد ده اتعمل حقن لانه طبعا ما ينفعش يتاخد اورال، لانه يعامل معامله الانسولين، لانه بيبتايد زيه زي الانسولين. فبيتاخد حقن للناس اللي عندهم تايب 2 ديابيتس، بيتاخد صباحا ومساء، يعني قبل الاكسيناتايد ده بيتاخد قبل الفطار وقبل العشاء. قبل، انا عندي هنا ملاحظتين بقى مهمين اقولهم لك على الاكسيناتايد ده. اولا الملاحظه الاولى انك ممنوع تديه مع انسولين، لان هو وظيفته يروح ينبه الانسولين من البيتا سيلز، فلو انت غلطت واديته مع انسولين هيحصل للعيان سيفير هايبوجلايسيميا. يبقى ادي اول غلطه انا مش عايزك تقع فيها. الملاحظه الثانيه انه زي ما قلت لك يتاخد قبل الفطار وقبل العشاء، قبل وليس بعد، اتفقنا؟ طبعا الناس برضو زعلوا من الاكسيناتايد لانه حقنتين في اليوم، يعني هيتشك مرتين في اليوم. عملوا دلوقتي منه حاجه لونج اكتنج بتتاخد وانس ويكلي، يعني الاكسيناتايد ده اتعمل في 2012 النهارده، الشركه اللي انتجته عملت منه نوع وانس ويكلي، يعني لونج اكتنج، يتاخد بس سبكوتينيوس كده، حقنه مره كل اسبوع. هي بقى معموله بتكنولوجيا انها تروح طول الاسبوع، كل ما العيان ياكل تروح على طول منبهه البيتا سيلز تطلع له ايه؟ انسولين. الليرا جلوتايد ده بقى لونجر اكتنج، هو بالطبيعه لونج اكتنج، ولقوا شغلته اكتر على موضوع الابيتايد ده، يعني هو شغلته مش يعني حكايته على البيتا سيلز مش قوي، انما هو رائع جدا في انه بيقلل الابيتايد. افتكر بقى معايا ان لما اجي اشرح لك الفيديو واحنا بنتكلم على الاوبيزيتي وعلاجها، هقول لك ان من ضمن علاجات الاوبيزيتي دواء اللي هو الليراجلوتايد ده، اللي هو كان من العيله اللي اسمها انكريتين مايميتكس. ليه؟ لان وظيفته الاساسيه هتبقى على الابيتايت. يبقى انا عندي دوايين عشان الخص اهو. اكسيناتايد ده وظيفته اكتر بيروح على البيتا سيلز يطلع منها انسولين. الليراجلوتايد اللي هو لونجر اكتنج انالوج اللي اتعمل زيه وظيفته اكتر على الابيتايت، ويستخدم اكتر للمرضى اللي عندهم ايه؟ او الناس اللي عندهم اوبيزيتي. اتفقنا يا بطل؟ في النهايه بقى عايز اقول لك، هل لما عملوا الانكريتين مايميتكس العيلتين اللي هو الدوايين دول ودوهم للناس، هل ما لقوش اي ادفيرس افكتس؟ لا، للاسف الحقيقه لقوا ادفيرس افكت خطير جدا. هو وظيفتهم ايه؟ مش الاكسيناتايد ده وظيفته يروح ينبه البيتا سيلز؟ اهو من كتر ما بينبه البيتا سيلز مع الوقت بيعمل لنا بنكرياتايتس، وبيعمل لنا مشاكل في البنكرياس، لان انت بتنبه البنكرياس غصب عنه. يعني هو ربنا خالق حاجات طبيعية لكن اللي انت عامله من بره ده بينبه البنكرياس بشكل غير طبيعي، فمع الوقت العين يجيله بنكرياتايتس. هرجع افكرك بالايه؟ بالسلفونيل يوريا. اربط الكلام ببعضه. هو مش برضو السلفونيل يوريا لما كان المين ميكانيزم بتاعها انها تروح تنبه البيتا سيلز، مش مع الوقت يا بطل قلت لك انها بتعمل كلمه سكندري فيلير، والعيان بعد فتره ما عادش بيستجيب لها، وقلت لك ان هذا السكندري فيلير سببه انها راحت دمرت البيتا سيلز، اهو نفس القصه برضو. الاكسيناتايد مع الوقت بيعمل لنا قصه بنكرياتايتس دي، اللي هي ممكن تبقى فيتال بالمناسبه. يعني
لما العلماء بقى زعلوا من الاكسينوتايد بسبب البنكرياتايتس ده، فكروا في العيلة التانية اللي هكلمك عنها دي، اللي هي رقم اتنين. العيلة رقم اتنين اسمها دي بي بي فور انهبيتورز. ايه الاول؟ دي بي بي فور ده اختصار لاسم الانزيم اللي بيكسر الانكريتينز دي. الانزيم ده اسمه داي بيبتيدايل بيبتيديز رقم اربعة، كويس؟ هذا الانزيم اللي اسمه داي بيبتيدايل بيبتيديز هو الانزيم اللي وظيفته يكسر الانكريتينز دي. فالعلماء فكروا في فكرة لئيمة قوي، قالوا انا بدل ما ادي اكسينتايد من بره اللي هو الانكريتينز دي اللي راحت بهدلت البنكرياس وعملت بنكرياتايتس، طب ما انا اقدر اشتغل بشكل غير مباشر. ازاي؟ الانكريتينز الطبيعيه اللي في جسمك احنا هنسيبها زي ما هي، كل الحكايه انها كانت بتتكسر بسرعه بالانزيم ده، ما كانتش بتقعد في الجسم دقائق لانها لها فيري شورت هاف لايف. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعطل الانزيم اللي اسمه دي بي بي 4 ده، وبالتالي الانكريتينز اللي في جسمك هيبقى لها لونج ديوريشن وهتشتغل على البنكرياس وتطلع لنا انسولين. يبقى انا مش هديها انا من بره عشان ما اعملش مشاكل، لا. فهمت؟ ارجو انك تكون فهمت النظريه. هو معتمد على ان اللي جوه هي اللي تشتغل، كل الحكايه انه منع الديجراديشن والميتابوليزم بتاعها. فطلع عيله اسمها دي بي بي 4 انهبيتورز او اسمها جليبتنز، لان كل الادويه تنتهي بكلمه جليبتن في الاخر. اشهرهم الدواء اللي اسمه سيتاجليبتن. ايه بقى السيتاجليبتين ده؟ باختصار تاني اهو، الدواء ده بيروح يعطل الانزيم اللي اسمه داي بيبتيدايل بيبتيديز رقم اربعة، يقوم الانكريتينز اللي في جسمك اللي طلعت دي ما تتكسرش، وهي اللي تروح للبنكرياس وهي اللي تشتغل. يعني ارجع اقول لك لو في ممتحن لئيم هيصطادك هنا يا بطل، لان الادويه دي هل السيتاجليبتين هو اللي راح زود الانسولين؟ هل السيتاجليبتين هو اللي راح اشتغل في جسمك بشكل مباشر؟ الاجابه لا. السيتاجليبتين راح عطل الانزيم فادى فرصه للانكريتينز الطبيعيه انها هي اللي تشتغل في جسمك وهي اللي تزود الانسولين، وبالتالي ما يحصلش بقى كلمه بنكرياتايتس دي. اتفقنا؟ يبقى دي تاني عيله من الايه، من الادويه النيور دراجز. طبعا بقى يا بطل العيله اللي اسمها الجليبتينز دي مش هنسى اقول لك انها بتتاخد اورال، لان احنا لانها هي ات از نوت بيبتايدز. يعني الاكسينتايد العيله اللي فاتت كانت بيبتايد ولذلك اتعملت حقن، انما العيله اللي اسمها جليبتنز دي ادويه كيميكالز وظيفتها تعطل الانزيم اللي اسمه دي بي بي 4، فما فيش حاجه انك تعملها حقن، بتتاخد اورال. يعني هي اقراص اورال تتاخد للمرضى اللي عندهم اللي هو تايب 2 دايابيتس، ممكن تستخدمها لوحدها او ان كومباينيشن وذ اذر ايه، وذ اذر دراجز. اتفقنا؟ العيله الثالثه بقى اللي هكلمك عنها اللي اسمها امايلين انالوجز. امايلين انالوجز دي اللي بين قوسين كده دواء عندك اسمه برامليناتايد. برامليناتايد، ارجع بس بيك خطوتين لورا لما كنا بنشرح البيتا سيلز اوف بنكرياس، وقلت لك ان البيتا سيلز اوف بنكرياس بتطلع الانسولين اللي انت عارفه وبتطلع حاجه اسمها ايه، الامايلين، كويس؟ احنا درسنا وظائف الانسولين كويس قوي، انما محدش خد باله من البروتين الغلبان اللي اسمه امايلين ده. محدش قال لنا وظيفته ايه، فضل مهمل على مدى سنين طويلة. اهو بدأ بقى العلم ينصفه في السنين اللي فاتت دي، اللي هو الكام سنة اللي فاتوا دول. اما اتعمل ابحاث على الامايلين ده لقوا انه بخرج مع الانسولين عشان يساعده، هو شغال سكرتير عند الانسولين. It act in concert with insulin، ده اللي بيساعد الانسولين على انه يوطي البلاد شوجر، وده اللي بيخلي الريسبتورز بتاعة الانسولين ما يحصل لهاش ريزيستنس. يعني الانسولين مع الوقت، انا بقى الانسان بيعيش 80 و90 سنه ممكن ما يحصلوش ريزيستنس. ليه؟ علشان الامايلين ده من ضمن وظايفه انه بيحسن كفاءه الانسولين ريسبتور. اتفقنا؟ مش بس كده، ده كمان بيحسسك بالساتايتي وبيقلل الجاستريك امتينج، يخلي المعده ما تفضاش بسرعه. يعني لما تاكل الاكل يفضل في المعده عشان زي ما قلت لك السكر ما يدخلش مره واحده على البلط. فقالوا الله، طيب ما احنا نحاول نقلد الحاجه اللي ربنا خلقها، مش هو ربنا خلق الانسولين بيخرج مع الامايلين ان ذا سيم تايم؟ طب ما احنا نعمل كده برضو، ما احنا ندي امايلين ده للناس مع الانسولين، يبقى احنا كاننا بنشابه الحاجه الطبيعيه. وهفكرك بحاجه برضو مهمه، بداوا ينتبهوا لان هم لما على مدى سنين طويله استخدموا الانسولين لوحده كانت النتيجه ايه يا بطل؟ مش كانت النتيجه مع الوقت حصل كلمه انسولين ريزيستنس؟ ليه حصلت القصه دي؟ لان كانوا بيدوا الانسولين بشكل مش هو اللي ربنا عامله،
ربنا عامل انسولين مع اميلين مع بعض، انما انت عمال بقالك من سنه 1900 حاجه و20 عمال تستخدم الانسولين سنجل، النتيجه انك بوظت الريسبتور وعملت ريزيستنس وعملت مشاكل. ريسنتلي بقى بدأوا الوقت ايه زي ما قلت لك ان هم يستخدموا الاميلين ده، بس للاسف لما استخدموا الاميلين مع الانسولين، الاميلين ده عمل مشكله صغيره كده لما استخدموه بقى من بره، لما صنعوه هم بالجينيتك انجينيرنج وبداوا يدوه للناس، عمل لهم المرض اللي انت عارفه في الباثولوجي اللي اسمه امايلودوزيس، حتى من الاسم امايلين امايلودوزيس. انا مش هكلمك على الامايلودوزيس لان دي مش وظيفتنا دلوقتي، بقى ذاكرها في الباثولوجي، لكن عايز اقول لك ان الامايلين عمل المشكله دي، فده اللي خلاهم بقى يخترعوا حاجه شبيهه بالامايلين، ما يبقاش امايلين اللي هو الهيومن، عشان يتجنبوا المشكله دي، فاخترعوا الدواء الانالوج، كلمه انالوج يعني شبيه بيه، اللي هو سموه برام لينيتايد. النهارده البرام لينيتايد متاح بس مش لوحده، ما تعرفش تدي برام لينيتايد لوحده، لان هو وظيفته ايه؟ وظيفته يروح يساعد الانسولين، فبداوا النهارده يدوه ان كومباينيشن وذ انسولين، يقوم يبقى قريب من الايه زي ما قلت لك من الايه، بيحاولوا يقلدوا الفسيولوجي. يبقى المريض اللي هيمشي على انسولين اللي هو تايب 1 ما تفرقش بقى معانا تايب 1 او تايب 2، اي مريض هيمشي على انسولين لفترات طويله ممكن يستخدموا البرام لينيتايد ده معاه للأسباب اللي احنا قلناها دي.